سلام عليكم. مازال في اللاوين ولا سيد خمر؟ بسبوسه اليوم ندير بسبوسه. واش نحتاج المقادير؟ هنا شديت 4 بيضات، نفس الكاس تاع الزيت ونفس الكاس تاع الزبده، الكاس السكر، الكاس تاع اللبن، ندير شويه واتكوكو فانيلا القارص. لقيت حدايا تخمر بسبوسه، تخمر هذا غير بانت بالليلين، داك خمر على نفس الكاس الزيت، نفس الكاس بودي، الكاس السكر، الكاس نلبن، الساشي لا ليفير، الساشي فاني اي واتكوكو. بسم الله. دور كان ضرب كلش بالخفاق الكهربائي، هذا تاع كل سوباتور. بسم الله. دور كان نزيد نفس الكاس الزيت ونفس الكاس تاع الزبده، سنون نفس بودي الزيت وكل نفس بودي، ندير شويه شويه. نزيد الكاس تاع اللبن، اسنانو الكاس نقيعي، اللي ما عندهاش اللبن تدير الحليب، ديني ساعين راهي غير تخدم اي فكنور لا. دونك نزيد جوج معالق كبار تاع ولا ثلاثه نوض كوكو، ثلاثه الواكويه غتشوف نوض كوكو، جوز الهند، فوالا جوز الهند، جوج معالق كبار تاع فارينة، سند جوعيتين قرانين الفارينة، نضرب كلشي بالباتور، ونزيد جوج الكيسان تاع سميد متوسط، باش نغسل الكيسان نسومون موالين. نزيد جوج خمارات تاع خميره كيميائيه، سند بوشيري لا ليفير شيميك، دور كلشي. دركا ندير قشو تاع ليمون، بس نغزل دو سيترون، ولا يا حباب لازم يخرج القوام هكا، هاد الفرق اللي كيزو تاني نص كريم بسبوسة بدون شربات، هاد نخدم لانو كان يتحسن هناك السكر، صافي حوايجنا راه تشن طاسين تيزر، كاين عندهم مرض سكري، اليوم درتها هكا بلا شربات، نقصو سكر. ولا هنا شديت المول، درت له شويه زيت شويه سميد، يد مع المول مع شويه زيت شويه سميد، دونك نفرغ كل شيء. هنا الفرشه على 180 درجه، الفرشه على 180، من بعد نرجع لكم. هاولي كتابت بسبوسه تاعي، شوفوا يا البنات اللي عندها السميد الناعم سي ديرو السميد الناعم، ثاني ساعه نسومو الفين نخمسومو الفين كل ساعه غير نسومو الفين، انا ما عنديش، لازم ديروها بالسميد الناعم، انا ما عنديش سميد الناعم باش تخرج خفيفه، ثاني ساعه نسومو الفين نخمسومو الفين باش تفغ تلقو غانت السميد هاديا حرشة و غير تسقي، ما نحبش ندير الشربات، ما نستحملش ناكل